s'intéresse alors à Soua. Elle a une fille de Yasser Arafat, qu'elle a épousée en 1990. Mais elle vit en Europe la plupart du temps. Les Palestiniens lui reprochent son train de vie fastueux. Lorsque le raïs tombe gravement malade, il y a 15 jours, elle accourt à la Moukata. Elle n'y a pas mis les pieds depuis 3 ans. Mardi, après son intervention à Al Jazeera, les médias commencent à évoquer la fortune de Yasser Arafat, celle qu'il contrôlait personnellement pour asseoir son pouvoir politique. Le leader palestinien serait, selon le magazine économique américain Forbes, en 9e position parmi les hommes d'État les plus riches au monde, avec un pactole personnel évalué à 200 millions de dollars. Selon ce récent rapport du Fonds monétaire international, de 1992 à 2002, environ 900 millions de dollars auraient été ainsi détournés. Beaucoup plus proche, la Banque de France s'est récemment inquiétée de très importants virements venus de banques suisses vers Paris sur des comptes de la BNP et de la Rabobank au nom de Madame Soua Arafat. Cette découverte, elle est... أرضا في قلب الأرض تجذر هناك، فنحن قد فهمنا بعد أن رسمت لنا العودة إلى فلسطين ودفنت في ثراها، فهمنا وفهمنا جيدا أن من له في فلسطين قبر له فلسطين وطن. نحن هنا وأنت هنا، دفنت في أقرب مكان من القدس، ولكن لتكون معلما كبيرا شامخا في رام الله، واقفا فيما بيننا، مرتفعا رافع الهامة والكوفية، ويدك تمتد إلى القدس إلى الجنوب. يا فلسطين، يا أبناء فلسطين، من هنا، من قبري، من جثماني، من مكان دفني، من مكان صمودي، من هنا تبدأ الطريق نحو تحرير القدس عاصمة أبدية لفلسطين. ونحن يا أبا عمار سنخلط دم المسيحي، دم المسيحيين في كل مكان، دم المسيحيين أبناء فلسطين، أبناءك في فلسطين. سنخلط دماءنا بدماء إخوتنا المسلمين، دماء طاهرة زكية. الشهيد تلو الشهيد، وحمام الدم تلو حمام الدم، إلى أن نفتح القدس عاصمة أبدية ومقرا لنا ننادي فيها بعد ذلك: هنا ولدنا في القدس، وهنا سنبقى، ومن القدس لن نرحل.
يا أبو عمار، يتكلم الناس كثيرا عن العهدة العمرية، يتكلم المسلمون والمسيحيون عن السماحة الإسلامية وعن وقفة الإسلام جبارا يحمي تحت جناحيه المسيحيين المقيمين في القدس. نتكلم عن عمالقة الإسلام والمسلمين، ولكننا اليوم أيضا نكتب معك عهدة جديدة، العهدة العرفاتية الجديدة، عهدة عمرية جديدة. أنت لنا العهدة الجديدة، حتى لا تمحى أسطر العهدة العمرية كتبتها أنت بدمك، فليبقى المسيحيون في القدس. كتبت فليبقى المسيحيون أعزاء في فلسطين. كتبت بقلمك وبدمك وبإرادتك، فليبقى المسيحيون منارة في شعبي، ليبقوا جزءا لا يتجزأ من شعبي. أنت الذي كتبت لأبناء فلسطين المسيحيين، منهم قد يكون شبل سيرفع فوق كنائس القدس علم فلسطين، وسنرفع العلم على فلسطين. يد طفل مسيحي بيد طفل مسلم، وستتحرر قدس أبو عمار مسيحية إسلامية. في هذا اليوم، في مثل هذا اليوم من سنوات كثيرة في الجزائر، كنت يا أبا عمار تضع الخطوط الأخيرة لإعلان الدولة الفلسطينية، وبعد يومين تعلن استقلال فلسطين من جديد. في ذكرى استقلال فلسطين نقبل يديك ونواريك تراب فلسطين، ونقف شامخي الرأس نصرخ بملء حناجرنا بصوتك الهادر في قلوبنا: عاشت فلسطين حرة عربية، والعهد هو العهد، والقسم هو القسم، وعاشت فلسطين في قلوب الفلسطينيين وطنا، وعاش أبو عمار في قلب فلسطين، في قلب الفلسطينيين وطنا. والسلام عليك، السلام عليك، وشكرا لك، شكرا لك يوم كنت بيننا حيا، وشكرا لك يوم رفعتك سواعد أهلنا في رام الله صارخة: بالدم بالروح نفديك يا أبو عمار. وشكرا لك، ونحن ننتظر قيام المرجوات فينا يوم تبعث أنت
ومع الذين تسكن بينهم، مع الأكرمين منا شهداء فلسطين، ننحني أمامك وأمامهم ننتظر بعثكم. في عقول الجهال أنهم ماتوا، لكن نفوس الصديقين بيد الله لا يمسها العذاب. أبو عمار، قلوبنا تحتضنك، ونحن الآن سنخرج لخلاص شعبنا، فالسلام عليك والسلام على شعبنا، وإلى الأمام شعبا فلسطينيا يعرف الطريق لأنه يعرف المعلم. المسيحيون والمسلمون سيبنون الجدار الحقيقي حول القدس حتى لا تأتي دولة من بعد ترفع السيف في وجوهنا لتحرير القدس مرة أخرى. شكرا للأب منوئيل سلم راعي كنيسة. الخبز والخمر، خبز من صنع أيدينا
Thank you.